هنا بيقول لي في المثال السابق ما قيمة y، يعني أعطاني المثلثين متشابهين ويبغى قيمة الواي. فين الواي؟ هذا هي طول الضلع الكبير. طيب احنا طلعنا نسبة التشابه من المثلث حتكون 3/4، وبدأنا بالمثلث الصغير. هنا يصير لازم برضو نبدأ بالمثلث الصغير. عندنا الضلع NQ يناظر الضلع OP، يصير النسبة حتكون طول NQ على طول OP، يعني 6.9 على Y هتساوي 3/4. مرة ثانية، رأيي الشخصي حل السؤال ده حيكون أسرع وأسهل لو حلينا المعادلة على طول، يعني نضرب ضرب تبادلي يصير 3 في واي هتساوي 4 في 6.9 اللي هي 27.6، نقسم الطرفين على 3 يعني الواي حتصير قيمتها 9.2. نشوف الخيارات، بالفعل نلاقي 9.2 واحد من الاختيارات الموجوده.